مشاهدي شبكة ان سي ان وقناة نايل لايف، صباح الخير على حضراتكم. في ناس بيتشائموا من الرقم دوت، بس يعني احنا لازم ما نؤمنش بالتفاؤل والتشاؤم، لازم نتفائل عشان ما اعرفش ازاي، بس لازم نتفائل وخلاص. النهارده الاثنين 13/2012. صباح الخير صباح لينا. الخير يا صباح شباب، الخير صباح يا الخير. وسيم. فكرتني ب 13 13 2013 كانت حاجه بالظبط. مضحكه جدا، في كميه شخصيات كرتونيه ظهرت في حياتنا، حاجه ظريفه جدا جدا جدا. خليني اصبح على كل الساده المشاهدين، ويوم جديد ونهارك سعيد. خلينا نتكلم من يوم 25 يناير ولحد دلوقتي. الشعب المصري كل يوم بحاله مختلفه، حاله من التفاؤل وحاله من التشاؤم. انا قررت انضم لحزب البابل النهارده. حزب البابل، حزب البابل، او حزب يعني البابل. اوكي، اللي هو بما معناه يعني ان احنا بنعيش فتره بنبقى متفائلين جدا، وفتره بعدها بنتشائم. عن نفسيه الشعب المصري هنتكلم النهارده، وهيكون عندنا فقره مع دكتور اشرف سليم، استشاري الطب النفسي واستاذ علاج السموم والادمان بالقصر العيني، وهنتكلم فيه عن نفسيه الشعب المصري بعد 25 يناير. طبعا الظروف اللي بتحصل، فما بين تشاؤم وتفاؤل، فده هنتكلم فيه. اكل اه خلص اوكي الصراحة افتكر. أنا شديدة كده. صباح خلاص. الخير مرة تانية على كل اللي بيتابعونا، وفعلا الأسبوع اللي فات كله هقول على مدار الأسبوعين اللي فاتوا كان فيه أحداث كتيرة جدا بتحصل في الشارع المصري، بقالنا أسبوع بنحاول نحللها ونفسرها، مفيش أي معلومات مؤكدة، معظم التصريحات اللي بتطلع علينا هي تصريحات لسه مش أخيرة. بالتالي النهارده هيكون معانا ضيفنا دكتور اشرف سليم، انا اسفه، المهندس احمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، هيكلمنا عن الوضع الراهن في مصر في الفتره اللي فاتت. كان عامل شريف ثقافه وفن، انا حلو اديني قوي. ثقافه وفن اديكي احلى كلام. الشيخ امام، طبعا الشيخ امام طول عمرنا بنحبه، ويعني هو من اكثر الفنانين اللي يمكن اثروا في وجدان فنانين كبار زي فنان محمد منير وغيرهم، وايضا كمان فينا احنا كشباب. ولكن يمكن بعد ثوره 25 يناير تم اعاده اكتشاف الشيخ امام بطريقه مختلفه تماما، وكلام اغانيه كان هو من اكثر الكلمات ومن اكثر الاغاني اللي كانت بتلهب حماس المتظاهرين وحماس الثوريين في التحرير. الشيخ امام في فيلم تسجيلي جديد عنه، يعتبر يمكن هو اول فيلم تسجيلي خاص بيه، وهو كويس قوي ان اسمه هو يعرف الشباب والناس اللي زينا كمان عن الشيخ امام اكتر. صحيح عندما واجه الشيخ امام، وهو ده اسم الفيلم، وهيكون معانا مخرج وسيناريست الفيلم الاستاذ احمد فنوي. واخيرا اخيرا اخيرا هنبتدي معاكم فقره أخيرا وليس الصحافه. أخيرا. واخيرا وليس اخيرا، أيوه وفاصل ونواصل. أيوه استاذ خالد البلشي، رئيس تحرير جريده البديل الالكتروني ومتابعه لاهم الاخبار اليوميه. شكرا. حزب البابا.